احنا كنا 5 اولاد، خمس ولدين وثلاث بنات، دولتي انا وبنت اللي فاضلين. فانا كنت اعز حاجه عندهم، اعز حاجه لو غبت تطلع تدور عليا في الشوارع. يعني كانت بتحبني لدرجه الجنون، وانا حبيتها، مع ان معايا كمان 4 اخوات، انما هي ايه حباني لغايه ما فضل انا واختي الصغيره. اختي الصغيره دلوقتي هي امي بالظبط، شكلها ومعاملاتها، وبتسأل عليها كأن أمي، كأن أمي عايشة لغاية النهاردة، لغاية النهاردة الصبح بتكلم التليفون. بس مش غريبة إنك أنت رغم إن الوالدة عندها غالية قوي كده، يوم ما توفت سهرت بالليل أنت وعادل إمام؟ سهرنا لغاية الصبح وقعدنا نضحك. كنت بعمل رواية اسمها روض الفرج، وجيت من العزاء على المسرح وعرفوا وابتدوا بقى في حياتك. وبعدين خلصنا رواية اسمها روض الفرج، كانت إخراج المرحوم حسين كمال، ورحت انا وعادل سهرنا مع بعض، انا وعادل بس، قعدنا نضحك ضحك عمرنا ما ضحكناه في اي حته تانية. خلاص ما هي ماتت، هل انا لما ازعل عليها هتقوم؟ ده سخريه من القدر الضحك ده ولا زعل؟ لا 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 خلاص، يعني اضحك ده ضحكنا بعض، قعدنا نضحك 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 في حاجات تانية طبعا، مش بضحك على امي اللي ماتت، لا في حاجات تانية في حياتنا. قعدنا يعني كاني ما فيش حد مات في حياتي، كان انا لسه جاي حصهر بس. فده بس ده مش ممكن يكون رد فعل عكسي على المشاعر اللي جواه؟ لا بالعكس، ده خلاص اصلك انت تقدر تمنع الموت؟ انت كنت فرحان يوميها؟ انا منعته، انا فرحان في حاجات تانية. مش فرحان عشان امي ماتت، حاجات تانية انا عملتها انا وعادل امام. انا فاكر اليوم ده قعدنا نتكلم ونضحك بعض وخرجنا في مواضيع تانية خالص، فضحكنا. فايه يعني ما ماتت، هل انا ممكن كنت اقول لها لا ما تموتيش؟ قول لي في المستوى ده، مستوى الحب، تدي نفسك كام من 20؟ على الاقل 80%، يعني 18 من 20. طب نروح لمستوى تحقيق الثقه. السجن بالنسبه لك، هل افقدك الثقه في نفسك في لحظات؟ بالعكس، السجن علاني. ده في اكتر من السجن، اخر حاجه ايه؟ السجن. تخيل انك تبقى في السجن وتبقى مبسوط ويجيلك ناس وصحابك برضو يزوروك وتزورهم وتاخد وتكتب مذكرات وتكتب كلام وتصاحب ناس ما تعرفهاش ما كنتش متخيلها. انا بالنسبه لي كان استفاده عظيمه جدا، اعرف فئات ما اعرفهاش، اعرف مجرمين ما كنتش حد يعرف يحكي لي عنهم. لكن ما خفتش على شكلك الاجتماعي قدام الناس؟ لا 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 لا، انا راجل صغير، انا اي حاجه تكسرني. انا خرجت ابتديت عيد تاني، انا تاني يوم من السجن خرجت، كنت بصور مع عادل فيلم تاني يوم في اسكندرية. هل شعرت بالظلم لما دخلت السجن؟ ما قلت انا رفضت الظلم، ان حد يظلمني، الظلم ده علي هو اللي ظلم نفسه. اتظلمت يعني لما دخلت السجن؟ اه طبعا، ما كنتش استحقي ده، ما عملتش حاجة عشان ده. لكن الشعور بالظلم مش ممكن يكسر البني ادم؟ لا، لو بني ادم كويس مش حدش حاجة تكسره. لا لا لا. اخر مرة مضيت فيها على الاوتوجراف كان امتى؟ امبارح. بتحس ان جماهيريتك زي ما هي ولا اتغيرت؟ انا بحس ان انا الناس بعين، انا مش قريب في التمثيل الايام دي، انما حاسس ان انا فعلا حصل عمليه تاثير بيني وبين الناس على مدار عمري، والناس ما نسيتش الاعمال اللي عملناها في المسرح والحاجات دي، مفيش حد نسي. تعمل ايه لو دخلت بكره مكان وما حدش جه سلم عليك، او رحت تطلع ان شاء الله مع انهم سلموا، هم اللي هيسلموا عليا؟ ما عرفكش الراجل، تحس بإيه؟ مش عارف ولا حس بحاجة.